المارشا بيدي هو رصيف المشاة. مارشا بيدي مخصص للرجلين، بيدي ماشي، مارشا بيدي تمام. يبقى هنا هو خاص بمين؟ بالراجلين او المشاة اللي هم اي بيدوني، يعني ملوش اي علاقة بالمركبات، وما ينفعش تمشي عليه اي مركبات ولا حتى ان هي تركن عليه الا اذا كان في عندنا خطوط معينة بتسمح بركن المركبات. ما ينفعش حتى يقف عليه دراجات بخارية تمام، الا اذا كان في يعني علامات اخرى بتسمح بذلك. يبقى هنا il marciapiede اللي هو عبور المشاة، e una parte della strada جزء من الطريق، قلنا كل حاجة جزء من الطريق. al di fuori della carreggiata، طبعا خارج la carreggiata، ملوش علاقة بلا carreggiata خالص اللي هي مخصصة لسير المركبات. rialzata ممكن يكون عالي شوية، او delimitata in un altro modo، او ممكن تكون متعلمة بشكل اخر، ممكن ما يكونش عالي بس متعلم. اوكي، ريسيرفاتا وبيكون محجوز اي بيدوني للراجلين المشاة الماشيين على رجليهم. كونسنت بيسمح بي لا سوستا داي فيكولي وقوف المركبات سولو فقط، سولو ان بريزنسا في حالة وجود دي ابوزيت ستريتش دي باركيجو، لما يكون في ابوزيت ستريتش دي باركيجو يعني خطوط معينة للباركيجو للركن، غير كده ما بيسمحش ان يتركن عليه المركبات. نون فيرو ليس صحيح كي ريسيرفاتو ان هو محجوز اي بيدوني اي اي فييكولي ان سوستا، ان هو محجوز لل الراجلين او الماشيين على رجليهم او المشاة، وايضا لفيكولي ان سوستا اللي هم العربات او المركبات اللي هي سوستا مركونة يعني. لا طبعا هو بدوني بس، الا اذا كان في خطوط بتسمح بوقوف المركبات. qualora non sia rialzato في حالة ان هو ما يكونش مرتفع، لا حتى لو هو منخفض هو مازال لبدوني او للمشاة. اوكي consentita la sosta dei ciclomotori، او انه مسموح بركن الشيكلوموتوري الدرجات البخارية منخفضة السعة الحرارية. لا هو غير مسموح اطلاقا باي وقوف لدرجات بخارية او لمركبات، اي مركبات اوكي، سواء كان ريالساتو يعني عالي، او سواء كان على مستوى الطريق، في الحالتين هو غير مسموح للوقوف الا في حال وجود خطوط معينة بتسمح بذلك. يبقى كده احنا اخدنا il marciapiede، وتابعونا دايما على تعلم اللغة، تعلم الرخصة الإيطالية على جسر عربي.